يلا بينا بقى نبدأ علاقتنا ونخش في الجد على طول. النهاردة بيختتم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023. طبعا البطولة مقامة في المملكة العربية السعودية، وشفنا اتحاد جدة ازاي فاز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 في المباراة الأولى. طبعا ده كده جعل فريق اتحاد جدة هو المنافس للنادي الأهلي في ربع النهائي. بعثة الأهلي بتحظى بدعم جماهير كبير جدا منذ وصولها إلى جدة، وكعادة جمهور النادي الأهلي الحقيقة يعني بنشوفه بيشجع الفرقة من أول المطار لحد الأوتيل، وكمان هيكون متواجد بقوة في المباراة. حالة رائعة عاملها وجود النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية وسط الأشقاء ووسط الجالية المصرية الكبيرة في المملكة. إن شاء الله نشوف مباراة يعني بكرة يكون عنوانها الروح الرياضية والأخوة بين الجمهورين، وكمان نشوف مباراة رفيعة المستوى على أرض الملعب ويفوز الأهلي إن شاء الله ويفرح جمهوره الكبير في كل مكان. يعني استعدادات الأزمة ما حضراتكم شايفين هو ده من تدريبات الفريق. الأهلي جاهز بنسبة 100%، ما فيش شك في ده. إن شاء الله يكون المباراة دي هي عودة روح النادي الأهلي اللي احنا متعودين عليها، عودة الأداء والثقة للاعبي النادي الأهلي. دايما النادي الأهلي معودنا في البطولات الكبيرة هو مش رايح يمثل تمثيل مشرف، لا، النادي الأهلي في البطولات الكبيرة رايح يحقق مركز، واحنا عينينا المرة دي على الفاينل إن شاء الله. فكعادة النادي الأهلي المباريات اللي من النوع دي والبطولات اللي من النوع ده تقييمها مش الدوري ومش دوري ابطال افريقيا ولا الكلام ده خالص. الاهلي بيعرف ازاي يكسب البطولات دي باقل مجهود، لكن كاس العالم محتاج تركيز من نوع اخر. فبالتالي فرقه النادي الاهلي في اتم تركيزها، مستر مارسيل كولر جهز الفرقه كلها على اعلى مستوى، اختيارات مستر مارسيل كولر اللي راح كاس العالم للانديه كلها على اعلى مستوى.